بطولة مع الأهلي؟ انا تقريبا 24 بطوله أغلى واحدة فيهم إيه؟ والله، كلهم طبعا كلهم حاجه بالنسبه لي تاريخ وحاجه تحترم. ان الواحد في ظرف 11 سنه تعبنا جوه النادي ومرت علينا ظروف صعبه وظروف حلوه، عشان كده كل البطولات داخل النادي دي حاجه كويسه الحمد لله الواحد مفيش يفتخر. بطولة منهم عملت فيها هي أحلى مش حاجة موضوع عملت البطوله الاميز تقريبا على الجيل كله حتى الجيل الذهبي، هي بطوله الشهداء 2012، ان احنا طبعا كنا في توقيت صعب مش لاقيين مكان نتمرن فيه ولا بنلعب بطوله ولا بنلعب حاجه خالص، وكنا بعيد جدا وحققنا بطوله صعبه خارج ارضنا، كنا في تونس في رادس، دي بالنسبه لنا كانت البطوله الاصعب تقريبا، والنهايه طبعا كنا بنهديها لروح الشهداء. يعني كابتن وليد، انت مش راس حربة صريح بس جبت جوان مهمة جدا في ماتشات وبطولات مهمة، ايه اغلى هدف بالنسبة لك؟ والله اهداف كتير، يعني في يعني انا جايب اهداف كتير في الزمالك، والهدف الاغلى تقريبا يعني اللي في رادس الترجي اللي احنا خدنا بيه البطوله، ده كان بالنسبه لي طبعا هدف مهم جدا وحققنا بيه بطوله صعبه. يعني واحلى هدف صنعه وليد سليمان كان ايه؟ برضه في كتير والله، بس مفيش هدف بتاع حاجة. ابو تريكه، لا ابو تريكه في الزمالك الاسيست بتاع ابو تريكه، ايه البطولات اللي كان نفسك تحققها مع النادي الاهلي ومحققتهاش؟ كاس العالم للانديه اشمعنى؟ انا حققت كل حاجه يعني الحمد لله، يعني مع الاهلي حققت كل البطولات الا البطوله دي، والحمد لله برضو سجلت في كل البطولات الا كاس العالم للانديه. مين اهم لاعب جه النادي الاهلي، لاعب محترف في سواء قبل كده او حتى دلوقتي؟ محترف، ما انا مش عايز اظلم حد، في لا في لعيبه كتير خد حظه بشكل كبير، ويعني نصيبه كان انه يبقى نقول نصيبه من حب الجمهور، يعني نقول اكتر واحد تقريبا علي معلول. مين خليفة وليد سليمان؟ والله مش عايز اقول لخليفه ان انا تديله رقم 11، مين من اللي موجودين ما انا مش دلوقتي؟ عايز اظلم حد في الحته دي، ممكن يكون مفيش احسن حد مني. شبهك في اللعب، في دماغك، انا حتى بص طريقة في شخصيتك؟ الكوره مفيش حد شبه حد، يعني ولا نقول خليفه حد، ممكن يبقى احسن منه بكتير جدا، لكن يعني اتمنى كل اللعيبه اللي طالعه من تحت تبقى ليه، بيبقى ليه واحد قدوه شايفه بيتمرن ازاي بيتعامل ازاي يبقى كده، لكن ممكن في الكوره يكون اعلى منه ويكون احسن ان شاء الله، بالتوفيق لكل الصغيرين يعني طالعين.